تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين. كانت هنالك سلسلة من الأفكار المختصرة مفادها لماذا نرفض أن يرفض بعض المسلمين أو معظمهم الكتاب المقدس. السبب الثالث الذي أعطي على إحدى القنوات سنة 2010 ولماذا نتكلم عنه الآن؟ لأنه فقط في هذه الأيام وصل إلينا هذا النص على اليوتيوب. بيقول لك انقطاع السند. انقطاع السند أي أن كل الذين كانوا حافظين للكتاب المقدس وخصوصا العهد الجديد قتلوا. طيب عندما تتكلم عن انقطاع السند هنا عندما يتكلم هذا الأخ في الواقع يهاجم العهد الجديد، وفعلا إحدى المرات قالها بالحرف الواحد، نعم العهد الجديد تحديدا، يعني تركيز الهجوم على العهد الجديد. طبعا هذا يجب أن نلاحظ. ويقول إنه كل الذين كتبوا العهد الجديد قتلوا جميعا، إذن لم يبقى أحد لا من الذين كتبوا ولا من الذين حفظوا. لا يريد هنا المرء أن يتطفل مرة أخرى على العالم الإسلامي، ولكن هذا يذكر أحد العلماء الذين استشرناهم، يذكرهم بيوم اليمامة حيث استحر القتل بين حفاظ القرآن، وقت مسيلمة الكذاب. على كل حال نترك طبعا الإسلام والقرآن لأهله ونعود إلى هذه النقطة. لم يقطع السند على الإطلاق، وليس صحيحا أن كل الرسل استشهدوا دفعة واحدة بأسرع وقت. فيوحنا الحبيب عاش ما لا يقل عن 80 إن لم نقل 90 إن لم نقل 100 سنة، حتى أنه كان في آخر القرن الميلادي الأول في جزيرة بطمس التي هي اليوم حسب ما بعتقد التي هي في آسيا الصغرى ولعلها في تركيا اليوم. المهم أنه لم يقتل كل النساخ، والقديس بولس القديس لوقا يكتب خلاف ما يقوله هذا الأخ العزيز المصري. مقدمة لوقا الفصل الأول الإنجيل الأول: بما أن كثيرين دونوا وقائع الأمور التي جرت بيننا، كانوا خداما للكلمة، كانوا معاينين للكلمة ثم خداما لها، رأيت أنا أيضا أيها المكرم ثيوفيلوس. إذن هو يكتب إلى شخصية مرموقة في المجتمع، وهذا لا يدل على أي اضطهاد وما إلى ذلك. على كل حال لم تسقط أشياء من الكتاب المقدس كما يدعي الأخ المشار إليه. وفي مثلا لماذا؟ حتى لو قلنا إنه المخطوطات على ورق البردة يعني الأصلية التي كتب الكتاب عليها بإلهام من الله وحي منه تعالى، طبعا قبل أن تفنى المخطوطة كانت تنسخ، وعادة كانت تقام نسختان على الأقل. ونقرأ في رسائل بولس يقول اقرأوا الرسالة التي إلى أهل اللاذقية، يعني أنه هناك دائما كانت مراسلات، والأناجيل انتشرت في كل أنحاء العالم،
والمخطوطات متطابقة، يعني أكثر كتاب متطابق، متطابقة مخطوطاته في العالم القديم. طبعا العالم القديم لنقول أن حتى القرن السادس الميلادي، حتى لا نقابله بالقرآن، نعرف حساسية المسلمين، نحن لا نتكلم عن القرآن هنا، نقول أكبر كتب موثقة مخطوطاتيا تكستول يعني هي الكتاب المقدس في عهدي القديم والجديد، فيما لا يقل عن 25,000 مخطوطة. وفي كتب العهد القديم يكفي أن نعلم أن مخطوطات قمران التي تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد حتى القرن الثاني بعد الميلاد، أو حتى القرن الأول بعد الميلاد، خلينا نقول أن سنة 68 ميلادية، مطابقة بنسبة 90 أو 95% إن لم يكن أكثر للمخطوطات التي كانت عندنا من القرن التاسع الميلادي، أو في الواقع الخلاف هو الصحيح، إنه المخطوطات أقدم المخطوطات التي كانت بين أيدينا قبل اكتشاف مخطوطات قمران، يعني بعد سنة 1947، كانت تعود إلى من العهد القديم، كانت تعود إلى القرن التاسع الميلادي. مع اكتشافات قمران تبين أنه هاي مخطوطات القرن التاسع الميلادي مطابقة لمخطوطات القرن الأول والثاني قبل الميلاد عند جماعة الإسيانيين. الآن آباء الكنيسة، الآباء الأولون، يذكر الأخ الآباء الأولون، مين يعني الآباء الأولون؟ الديداخي، تعليم الرسل الاثني عشر، راعي هرماس، هيبوليتوس، كل هذه الكتابات منها ما هو من أواخر القرن الميلادي الأول، وتستشهد طبعا بآيات من الكتاب المقدس. أعتقد أن الاستشهاد بآيات الكتاب المقدس عند آباء الكنيسة الأولين يصل إلى 1,000,000 مرة، والاستشهادات طبعا مطابقة للنصوص ومطابقة للمخطوطات. الآن تطرق الأخ إلى ما وصفه بتحريف سهل، أي ما ورد في إنجيل يوحنا الفصل الثامن عن بعيدا منكم المرأة الزانية. أقول لك المرأة الزانية هذه نزعت، هاي الآيات نزعت من كثير من المخطوطات، واستشهد الأخ بالأب متى المسكين الراهب القبطي المعروف، الذي يقول أنه بعض أباء الكنيسة حذفوها خوفا من تفشي الرذيلة، يعني خافوا أن يساء فهم النص، أن المسيح قال من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر، خافوا أن يساء فهم هذا النص فحذفوه. طيب، ولكنه موجود وليس أنه اختفى نهائيا، وهذا ليس تحريفا، هذا هو إخفاء نص خوفا من سوء فهم له، كما تخفي عن طفلك أشياء خوفا من سوء فهمها وفي الوقت المناسب تكشفها له. على كل حال، كما يقول الأب متى المسكين نفسه، هذا النص في يوحنا 8:1 وتابع موجود في أقدم المخطوطات، وهو موجود حتى اليوم ولم يحذف. ثم يتطرق الأخ إلى 2 تيموثاوس 3:16، ولا أدري إذا كان يعرف اللغة اليونانية القديمة، مع أن كلامه يدل أنه لا يعرفها إلا أمانيا. يقول المر بولس إلى تلميذه تيموثاوس إن كل الكتاب أوحي به من الله مفيد للتعليم والتفنيد والتقويم والتأديب في البر،
وعلى فكرة التفنيد هذا ما نعمله أيضا، المحاججة، النقاش، طبعا كما يقول المسلمون بالتي هي أحسن. باساغرافي، لا أدري من قال للأخ المذكور المشار إليه إنه يجب أن يكون هناك التعريف باساغرافي، مش ضروري أساسا. باساغرافي حرفيا تعني كل كتاب مقدس، كل كتابة مقدسة. كلمة غرافي تشير إلى الكتابة المقدسة الملهمة الموحى بها. ما هو الدليل؟ إذا أخذنا الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيقي في شمال اليونان، فصل 2 أي 14 وتابع، يقول عن اليهود باسين أنثروبين أنثروبيس إنانديون، أي أعداء لجميع الناس. باسين أنثروبين، لا أعتقد حسب ذاكرتي باسين أنثروبيس، لا أعتقد أنه موجود باسين تيس أنثروبيس إنانديون. يعني إذن الكتاب كله موحى من الله، باساغرافي كل الكتاب. على كل حال فات الأخ ميم أنه في رسالة بطرس الثانية الفصل الأول آية 20 يقول واعلموا قبل كل شيء أن ما من كتابة غرافي يأتي بها إنسان بتفسير من عنده، بل مسوقين من روح القدس كتب رجال الله القديسون. بطرس الثانية فصل 1 آية 20. أما في نفس رسالة بطرس الثانية فصل 3 آية 15 وتابع فيقول كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس حسب الحكمة التي أوتيها. أوتي الحكمة إذن، يعني كتابته ملهمة موحى بها، التي يعالج فيها هذه المسائل كما في جميع الرسائل التي فيها أمور صعبة الفهم يحرفها، يعني يغير معناها وليس نصها، الذين لا علم عندهم ولا رسوخ كما يفعلون في سائر الكتابات غرافيس لهلاك نفوسهم. وراح الأخ يستهزئ كما استهزأ آخرون قبله وآخرون بعده بما ورد في بعض الرسائل الرعوية للقديس بولس عن تفاصيل، مثلا أحضر معك الرداء والرقوق التي تركتها في طراوس أو في ترواس. طيب يقول إنه هنا نحن يعني نرى أنها شيء سخيف. أنت ترى أنها شيء سخيف لأنك أنت تعتقد أن الإلهام والوحي هو مجرد إملاء. إذا كان الأمر كذلك في الإسلام وهذا الأمر لا يهمنا كمسيحيين، فالأمر ليس كذلك في المسيحية ولا في اليهودية، حيث أن للكاتب الإنساني البشري شخصيته وهويته يعبر فيها عن نفسه وعن الأمور التي تخصه، وإن لم تكن أمورا ذات شأن كبير. وطبعا لا نعتقد أن الكتابات التي يقدسها العالم الإسلامي أيضا خالية من بعض تفاصيل عملية ليست خطيرة، بما أن هذه التفاصيل العملية ليست طبعا من طبيعة الله ولكنها من طبيعة البشر. مثلا يقول إنه في أعمال الرسل أعتقد فصل 18، يعني إنه بولس مهتم بنفسه ويقول إنه حلق رأسه
في خنقرية. بقول احنا يعني مستفيدين ايه من الكلام ده؟ واحنا بيعنينا ايه الكلام ده؟ واحنا مالنا يعني حلق راسه وبعدين انا رحت تركيا وحلقت راسه يعني ايه؟ فما بيقول لك لنذر كان عليه، لنذر كان عليه. ما هي العبرة؟ العبرة موجودة في سفر المزامير، انذروا للرب وأوفوا بنذوركم. النذر أو النذر هو شيء مقدس في اليهودية وفي المسيحية، وأعتقد أنه كذلك أيضا في الإسلام. هذا عفوا، هنا أعتقد أني أنهي هذه الجزئية في هذه الحلقة، وشكرا لكم.